عليكم ورحمة الله وبركاته. وشرح الجزء الثاني اللي نحن الجزء الأول ما كملناه انقطع، فنجي على شرح الجزء الثاني من برمجة المنظومة. نجي ندخل على الإعدادات، نختار قلنا وصلنا رقم 7. رقم 7 احنا أول مرة حكينا عن رقم 7 قلنا الأوتو ستار ثم الحرارة نصير تفصل أوتوماتيك. يجي رقم 8 الهرتزية 50 هيرز و 60 هيرز. رقم 9 الفولتية 220 فولت، لو تريد أكثر من 220 فولت مثلا تريد 240 فولت 230 أو 240 فولت، أنا أختار 240 230 ما عندي مشكلة بها. رقم 11 الأمبيرية 40 أمبير على الوطني، يعني الشاحنة 40 أمبير على التيار الوطني، بي 40 وبي عندك 50 60 70 80 موجود عندنا، يبدو 2 لحد 80 زين. عندي الورا رقم 12 البطارية 22 توصل تفصل، هاي برمجها أوتوماتيك. 13 أعلى شيء 29 فولت توصل تفصل. هنا عندي رقم 16، رقم 16 شنو اختيار مالته؟ رقم 16 في حالة أنت مثلا جيت نقدر نقول صار عندك شحن بالفولتية، احنا هنا مصدر الشحن يكون من المصدر الطاقة الكهربائية، مصدر الشحن يكون من الطاقة الكهربائية، يعني هذا الاختيار نختار رقم 16 احنا في حالة إذا أردنا نشحن من مصدر الطاقة الكهربائية، يعني يكون بالدرجة الأولى مع الخلايا الشمسية تشحن سوى، هذا رقم 16 يعني هجين زين. رقم 18 يعني ما عندنا 17، رقم 18 هو يعني إذا صار عندنا أي مشكلة أكو منبه يشتغل عندنا ألارم، نظام الأنار نظام الألارم الأوتوماتيك اللي هو يشتغل أوتوماتيك ينبهنا بوجود خطأ، توقفه تقدر تطي أوف أو تقدر تطي أون، إحنا منطي أون خابس عندنا أي مشكلة يبدي يشتغل. رقم 19، رقم 19 هنا في حالة إذا صار عندي يعني إذا غيرت بالإعدادات مثلا بديت أغير بالإعدادات وأغير بالإعدادات أدخل على الفولتية أدخل على هذا الني، فهنا أنا شو يصير عندي إنه تتغير أوتوماتيك بحيث ترجع الصفحة مالتي على البداية. بداية أنا اختاريت مثلا الفولتية عفتها رجعت ورا 5 دقائق تطلع الفولتية ترجع على الشاشة الرئيسية، يعني معناته إنه الشاشة تبقى ترجع على الديفولت مع الشركة شاشة رئيسية. إذا طفي لا وين ما أوقف أنا بالبحث والفحص يبقى على النظام هذا ما يتغير لحد ما أجي أنا أغيره، أما إذا خليته على وضع الديفولت مالتي لا راح أقدر أنا أتغير أتحكم به بحيث أجي ورا نص ساعة ساعتين ألقي نفس الاختيار وين وصلت أنا وين بدأ أشيك ألقيه ما متحرك ما متغير مكانه. رقم عندنا سيجي قلنا 20، رقم 20 يعني الإضاءة الخلفية الانفيرتر يشتغل يطفئ، يعني أنا سن رقم 20 الإضاءة الخلفية مسوي مشغلة هون يعني تبقى مشتغلة 24 ساعة أو تيطف فيها أنت من رقم 20. رقم 22 اللي هو حاليا اللي يطلع صوت لما نتغير معلومات، من تغير معلومات يطلع عندك صوت، صوت تغيير الانفيرتر يعني صوت شلون نقول أزرار يطلع عندك هذا الصوت. رقم اللي هو هنا اون اوف ما لنا علاقه بنطيه اوني ومشغلاني، يعني هذا معناته انه يبقى عندي ازرار اكو صوت شلون اذا اشتغل اكو صوت بالانفرتر، فهذا رقم 22. رقم 23 باي باز، 23 باي باز يعني اذا صار عندنا حمل اوفرلود من التيار الوطني يبدا راسا يسوي يحول الى من الى البطاريه عمود لي، يعني تأدى الجهازين الجهاز ما يحول اكثر من 300، اذا فوق 300 شو يسوي يفصل يحولك على البطاريات عمود يحمي الجهاز. رقم 25 اللي هو اي خطا يسجل لك ال الكمبيوتر مال الانفرتر، اي خطا يسجل لك معلومات يعطيك ارقام الاخطاء اللي صار عندك رقم 1 رقم 2 رقم 10 اخطاء الكهرباء ارتفاع الفولت ارتفاع حراره يعطيك اياها شيء بالشاشه يسجلها. 26 هنا يعني في حاله اذا انخفضت الشحن من خلايا شمسيه عبر عندي 29 2 يبدي يقطع عندي او من الكهرباء يقطع عندي، يعني انا محدد 29 اعلى قدره للفولت يشحن الجهاز وراها يفصل عمود لي يحرق لي بطارية، فانا مقسم 29.2 زين. رقم عندي ورا يجي رقم 27، 27
اللي هو بالضبط خل اخرجه وشوف وياه بالضبط. 27 انه 29 فولت من يوصل الجهاز 29 فولت من يوصل رأدا، يعني اذا بطارية انخفضت جوا 29 فولت رأسا الشاحنة او الشحن يرجع يشتغل اوتوماتيك، يعني ما ينتظر يوصل 26 27 وهذا، لا يفصل رأسا يجي يشحن. 29 انه اقل فولت من يوصل عندي دي سي مال البطارية 21 فولت، ويعني وتفصل بعد بطارية ما تستمر تنزل جوا ال 21 فولت عمود لا تأثر. رقم 30 اللي هو الباتري ايكولايزيشن، هذا هنا النظام اللي يشتغل هذا فقط البطاريات الحامضية. إذا عندك بطاريات محلول حامض تربطها، هذا النظام هنا أنا تختاره ب تفعله أو توقفه. رقم ال 31 هنا الايكولايزيشن مالتك، تختار الفولتية أنت إيش قد من 29 يوصل إلى حد ال 30 فوق ال 30، وهذا يا عمو شنو يسوي غسل للبطارية. عملية غسل البطارية تصير عن شنو زيادة الفولتية بالشحن عم تخلي الباتري فور، ذلك يرفع لك الأملاح من جدار الخلية، فأعلى شيء 31.5 فولت، أعلى شيء 31.5 فولت بالنسبة للإيكولايزيشن عم يخلي البطارية تفور وبعدين يتوخر الأملاح من عندها. رقم 33 تختار الأمبيرية مالتك، رقم 33 تختار أنت بالنسبة للرقم 33 تختار عندك الباتري كولازيش تايم، وقت الباتري ساعة مثلا ساعتين ثلاث ساعات مثلا، ايش قد تختار انت ساعة مثلا اختارها 65 دقيقة، اختار 75 دقيقة، 90 دقيقة، الحد يمكن تصور 120 130، يعني توصل انت تريد ايش قد تنزل الوقت تخلي بي هذا الوقت اللي موجود عندنا بالبطارية اللي يغسل البطارية او ينظفها بالوقت. فهذا عندنا الوقت اللي يتخذه الايكولايزيشن، الوقت اللي يستغرق الجهاز بتنظيف البطارية. عندنا رقم، عندنا وراء ال 34 هنا ال 34 هذا الخيار الباتري تايم، يعني اذا طول عندك 120 دقيقة وكملة البطارية وطول عندك فيفصل اوتوماتيك وراء ال 120 دقيقة يفصل. رقم 35 يقول لك انت رقم 35 ايش قد بالشهر، يعني هذا من لك حق مثلا كل شهر مره، كل 30 يوم العمليه مال غسل البطاريه اسويها له، كل ايش قد انت تختار، كل شهر كل شهرين حد 3 اشهر مثلا، تقدر كل 3 اشهر تسوي عمليه مره، كل شهر تسويها مره، كل وقت يعني انت حسب الوقت اللي تختاره. زين نجي على قلنا ال 35 الوقت وعدنا ال 30، نجي هسه عندنا على ال 36 واللي هو هذا الخيار الاخير. هذا هنا انت شنو بهذا الخيار تفعل الايكولايزيشن، تفعله اون اوف، يعني شغله يا اما مشتغل يا اما طافي. فهنا تفعيل الايكولايزيشن، تفعيل الايكولايزيشن هذا. زين نجي نخرج من عنده حاليا، هسه حاليا كل معلومات الانفرتر هاي. نجي هسه على فقره مهمه راح اشرح عليها حاليا. مثل ما تشاهدون عندنا دخول الاي سي، خروج الاي سي، دخول البطاريه ودخول الخلايا الشمسيه. يعني هسه حاليا احنا الانفرتر اذا تيجي تركبه تركب خط كهربائي له حار وبارد، يجي من الميزانيه، انا ساحب لمين من البلك، تركبه حار وبارد، تخرج من عنده تروح لجهاز حمايه البيت خطين حار وبارد، بس شرط انه يكون الايل هذا من يخرج من مكان الايل، يعني اذا دخلت حار من هنا يخرج من هنا حار، واذا دخلت بارد يخرج من هنا بارد، ما ممكن تدخل حار من هنا وبارد من هنا وتجي تخرج البارد من هنا والحار عكس هذا، يعني يصير عندك الان يصير مكان الايل والايل يصير مكان الان تخريجه، لازم تخرج تدخل الايل تخرج من الايل وتدخل الان تخرج من الان، يعني اذا دب الحار من هنا يطلع من الايل ما يصير يطلع من الان يطلع من الايل، واذا دخل البارد من هنا ما يصير يطلع من الايل يطلع من الان، فلازم تخرج الدخول والخروج يصير. اذا قلبت العمليه راح يحترق عندك، او اكو طريقه ثانيه تقدر تستخدم جهاز اللي يفصل البارد وذاك الوقت تقدر تربط وما يصير عندك اي مشكله، واي ربط خطا بالبيت ما ياثر عندك لان الجهاز اللي تشده انت الانفرتر يعزل البارد، وهذا متوفر سعره 15000 دينار موجود بالسوق، اللي بيه البارد معزول، يعني البارد مو مشترك، الانفرتر هذا عدو البارد المشترك. اذا ربطت انفرتر شمسي ويا جهاز حمايه
البارد مشترك، فانت باي لحظه اذا صار عندك خطا بالربط او بالقلبة الاقطاب يحترق عندك الجهاز بالمباشر، وهاي كلش ضروريه. المساله الثانيه، حاليا احنا بنستخدم هسه كهرباء، هاي موجوده حاليا بنشتغل عن طريق الطاقه الشمسيه، وبدنا نستخدم هذا حتى هذا الانفرتر شحنه هسه والبطاريات وشحن الانفرتر وكل هالامور هاي احنا حاليا ماخذيها من الخلايا الشمسيه مباشره من الشمس، لان احنا حاليا عندنا شمس، وراح نشوفكم شنو الاجزاء المشغلين عليها. حاليا اناره غسالة 17 كيلو نشتغل هسه حاليا على الطاقة الشمسية مباشر. البطاريات حاليا موجودة نشتغل عليها حاليا 27.6 فولت البطاريات، تشاهدوها شلون. وهذا البزون هذا قاعد هنا حارس من المنظومة زين. وهذا الانفرتر مثل ما تشاهدون هسه راح نشوفكم الانفرتر نشوفه. هذا الانفرتر حاليا هسه نلاحظ احنا نلاحظ عندنا هسه حاليا الفولتية مال الخلايا 50 فولت 51، الامبيرية الخلايا بعد ما كل واحد عدي عندي 375 فولت، ومولد الخلايا 27 فولت 9/10 زين 50 21% الحمل هساني على البيت. السحب عندي حاليا 457 460 490 متغير لان مشغل غساله واط. تلاحظون هسه اللود على البطاريه 6 امبير، حاليا اللود على البطاريه تلاحظون 6 امبير اذا اسحب من البطاريه، يعني انا مشغل حمل 21% وغساله متحركه متقلبه والحمل مالتها 6 امبير على البطاريه. اللي يعني هسه حاليا تلاحظون من الخلايا الشمسيه للبيت، هسه حاليا ما عندي مصباح مال او اشاره الطاقه المنزليه مال الكهرباء الوطني، بس عندي هاي هسه هاي الاحمال الفولتيه حاليا ما داخل عندي 51 فولت الخلايا، عندي الواطيه مولدات الخلايا 370 380، عندي بطاريه 29 28 الا 27.9، عندي حاليا 50 هرتز، عندي 21 20% حمل، عندي 601 اي في اللي يتعادل 470 460 واط، اللود على البطاريه 6% 7 امبير متغير عندي. هاي الموجوده حاليا القدرات اللي تطلع عندي. هاي عندي اجهزه الحمايه، قواطع الحمايه، قاطع حمايه البطاريه، سيركت بريكر، عندي سيركتات بريكر ثلاثه مال وطني وخلايا شمسيه وتيار دخول وخروج وخلايا شمسيه. هذني الموجودات. سابقا كنا الثلاجه مستخدميها لتبريد البطاريات، اما الان لغينا تبريد الثلاجه لان باعتبار بطاريات الليثيوم صارت عندنا ما تحتاج تبريد. هذا الانفرتر وحاطين له هنا جهاز لقياس الفولتيه الحراره داخل الثلاجه. أجهزة الحماية موجودة حاطينها للبيت، يعني ضرورية الانفرتر. البطاريات مثل ما تشاهدوها حاليا تشتغل، الشغل مالتها الحمد لله جيد. لوحة شمسية حاطيها هنا احتياط، لأن احنا مركبين أربع ألواح، فركبنا أربع ألواح وعندنا لوحة شمسية احتياط. هاي خاف يصير عندي أي عطل بألواح وحدة تنكسر أو تصير بي مشكلة، أحط احتياط موجودة. مكيف 1 طن هذا راح نشغله احنا على الطاقه الشمسيه، هو هذا تقريبا يسحب 5 امبيرات 6، سوينا له منظومه خاصه به هذا المكيف. نرجع على اجهزه الحمايه ذني سبق حكينا عليها مهمه جدا بعمل المنظومه. هاي الاجهزه البسيطه هي لحمايه المنظومه وحمايه الخلايا الشمسيه وحمايه البطاريات. حاليا احنا نستخدم بطاريات الليثيوم مثل ما تشاهدون، هاي البطاريات سوينا البازبارات ذني اللي احنا راح نركبهن بكل بطاريه، نشد لنا باز بار مثل ما تشاهدون. هاي البطاريه تتكون من 100 بطاريه، هاي القطعه الوحده 4 فولت، هاي قدرتها تقريبا 200 يعني 200 و 200 امبير للعمود الواحد، 7 امدا تشكلين بطاريه من ذي البطاريات الموجوده عندنا بالصناديق.
جهاز لقياس التيستر لقياس الفولتيات اللي كل عمود، يعني هذا الجهاز يقرأ كل عمود مدني الأعمدة، نربط أسلاك بي وفيشة. هذا جهاز مهم. بطاريات عندنا حاليا جدد يعني ضامين احتياط، هذين البطاريات سامسونج ماركات وضامين احتياط اللي نريد نشتغل نسوي به المنظومة حاليا. فهاي المنظومة حاليا قدامكم وهاي الأمور الشرح. هذا بالنسبة للجزء الثاني حول موضوع الحمايات. بالإضافة إلى يوجد عندنا حاليا شواحن السمارت، هاي الشواحن كملنا شغلنا، شحننا كل البطاريات، جهزنا كل الأمور، سجلنا كل البيانات على البطاريات، هنا كل البيانات سجلناها. هذا الكارت الجديد شديناه اللي هو هذا الكارت، هذا اللي يستفاد عنده الشخص اللي مثلا يريد يشد لكل بطارية. هذا PMS، هذا ينظم عملية الشحن، ما تحتاج شاحنة خاصة لبطارية الليثيوم. إذا ركبت هذه الكارت أي شاحنة تعطي 6 فولت 8 فولت 10 فولت تشحنها. هاي البطارية كملناها شدينا بها الكارت، قدرة البطارية 2283، لحمنا البطارية أصبحت جاهزة، راح نشدها إحنا صراحة على مكنسة كهربائية. هذا شغلها إن شاء الله. نرجع ونجي على المنظومة. هاي المنظومات احنا مكملين 3 منظومات، كل واحدة قدرة 5 كيلو واط. هذا الانفيرتر وهاي الأمور كلها موجودة قدامكم حاليا. احنا رتبنا كل هالوضعية هاي اللي نبين لكم انه الطاقة الشمسية انه طاقة نظيفة وطاقة غير مكلفة. فرجاء اخواننا يعني اللي يستخدموا طاقة شمسية يكون حذر من ناحية انه لازم يخلي حمايات الانفيرتر، يعني اكثر مشاكل الانفيرتر بيحترق، وهذا كلش مهم انه تخلي حمايات الانفيرتر. هاي المنظومة اللي تشتغل وضعها جيد جدا والحمد لله. اخوان نرجع نكرر الاخير اخر شيء اللي هو الدولة رفعت الضرائب عن الطاقة الشمسية، عن كل منتجات الطاقة الشمسية. كل منتجات الطاقة الشمسية الدولة رفعت الضرائب عليها بالنسبة للعراقيين. رفعوا كل المنظومات الطاقة الشمسية الضرائب عليها، اصبح الاستيراد مالتها بدون ضرائب، ماكو اي ضرائب، بس النقل، وهي اسعارها خصوصا كلش رخيصه. فاللي يشتري منظومات لي يستعجل، وترى المنظومات كلش اسعارها انخفضت، فتحاول لا تستعجل، حاول تأنه وحاول اسال، واي سؤال تحبون تسالوه ان احنا نجاوبكم عليه حول الاسعار الاجهزه بالسوق موجوده والشركات اللي تبيع او الموجوده عندنا او عند غيرنا. فرجاء اخوان انتبهوا هاي العمليه انه تكون حمايات المنظومات ضروري، تخلي حمايات وضروري انه تستعجل وانه تبني منظومتك قبل لا تباشر. مبدئيا تبنيها بعقلك، تبنيها بامكانيتك الماديه، حضر امورك وتبدي تباشر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.